الخمسة ونصف من قسم الأخبار، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا المواد الإخباري وتتابعون ضمن عناوينه. تحديد 6 أبريل القادم موعدا لاجتماع اللجنة المركزية للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص من أجل ضبط اتفاق إطاري. 190 سائحا بولونيا يحطون في مطار جربة جرجيس الدولي، إعلان لعودة السوق السياحية البولونية بعد 3 سنوات من الانقطاع. توليفة من العروض الفنية والفقرات التنشيطية المختلفة تؤسس مهرجان ربيع الفرجة بشبيكة في دورته 6. مرحبا مجددا. ننطلق في النشرة بملف المفاوضات الاجتماعية، حيث تم تحديد يوم 6 أبريل القادم موعدا رسميا لاجتماع اللجنة المركزية للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص للنظر في مضمون الاتفاق الإطاري للمفاوضات بين كل من منظمتي الشغل والأعراف. بين اتحادي الشغل والأعراف انطلق مسار المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، ليتم تحديد يوم 6 أبريل القادم موعدا رسميا للنظر في مضمون الاتفاق الإطاري للمفاوضات التي ستكون بجانبيها الترتيبي والمالي، وفق تأكيد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي. وإحنا في هذه المفاوضات وقلنا لابد من منوال حوار اجتماعي مسؤول ويأخذ بعين الاعتبار مشاكل المؤسسة في المحيط نتاعها كامل، لأن في نجاح المؤسسة وفي خلق ثروة حقيقية هي باش ترجع بالمنفعة للناس كليك. اليوم ثم قوة العمل اللي هي الطرف الاجتماعي وقوة رأس المال، واليوم لابد أن نبحث كل هذه الجوانب المشتركة من أجل الوصول إلى إصلاح حقيقي. وقد نفى الأمين العام لاتحاد الشغل وجود إشكاليات بخصوص المفاوضات في القطاع الخاص، مبرزا أن المنظمات الوطنية تعطي اليوم مثلا في احترام تعهداتها والتزاماتها. رئيس منظمة الأعراف من جهته قال إن اتحاد الشغل ليس طرفا بل شريك حياة. مبدأ كونه فما توافق بين المنظمتين عن عهد اللي باش نبداو يعني المفاوضات خلال مارس 2018. هنا اليوم أول اجتماع وحاضر السيد الأمين العام سي نور الدين الطبوبي، وبدينا باش نشوفوا الوضعية. فما قطاعات في وضعية حرجة وباش نخموا في حلول مع بعضنا، والطرفين واعيين بصعوبة ودقة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ولكن احنا دائما ابدا كما قلنا تو في الاجتماع التوانسة كسبوا التحديات جوستومون في الظروف الصعبة. لأول مرة وبعد 10 سنوات تنطلق المفاوضات القطاعية في مسعى لإيجاد الحلول الملائمة والتوصل إلى منوال حوار اجتماعي مسؤول يأخذ بعين الاعتبار مشاكل المؤسسة في علاقتها بمحيطها. مشكل قديم متجدد طالما طرحناه وتثمر منه المواطن والإطار الطبي وشبه الطبي على حد سواء، مشكل يتمثل في النقص الفادح في طب الاختصاص. والصورة تأتينا اليوم من المستشفى الجهوي بجابس، أين تتواصل ذات المشاكل ومعها ذات المطالب. يعاني المستشفى الجهوي بجابس من نقص فادح في طب الاختصاص. صحيح، فما نقص حاد في الأطباء الاختصاص في المستشفى الجهوي بجابس، واللي يمسنا احنا خاصة في قسم الاستعجالي، على خاطر ما تعرفوا الاستعجالي هو المدخل لكل المرضى. ما عندناش طبيب أشعة، وهذا يمثل لنا حاجز كبير في تحسين الخدمات، وما فماش طبيب أطفال. نقص كان مصدرا لتذمر العديد من المواطنين الذين انتقدوا الخدمات الصحية التي يسديها هذا المستشفى للمرضى. انا عندي كارني نتاعي، قال لي ما عندي لكش هو. هاك شوف رجلك سيدون ترافاه، جيت تو فهمت ولا الطبيب يعدي على 71، الرقم نتاعي 69. انا موجود في كل اختصاصات، معناتها ما فماش طب، ما فماش الا بيك، برا تعالى برا امشي برا ويجي برا، ما عندكش فلوس يقول لك برا روح. كان بالفلوس كلها تعدي، كان بالفلوس ما باش تعمل عمليه باش تعمل كذا، برا يحب لك شهرين ثلاثه، برا ارجع برا امشي ويجي، ترجع يقول لك مبنج ما فماش. ها كان تمشي معي تو يقول لك فماش مبنج. ناقصين في كل شيء، اختصاص بصفه عامه، لا عندنا طب، لا عندنا ماموغرافي، لا عندنا ايكوغرافي، لا عندنا دويات، لا عندنا حتى شيء. احنا لهنا في جابس نموتوا وعينينا تغزر. قسم الاستعجالي يعاني بدوره من صعوبه في العمل بسبب النقص المسجل في طب الاختصاص. فما نقص كبير في طب الاختصاص بالجهات الداخليه وخاصه في المستشفى الجهوي بجابس، وحاولوا كمجلس مؤسسه اقترحنا اللي هو دعم الجهه بأطباء الاختصاص ونرفعوا
النقص الكبير هذايا للوزارة، ونستنوا ديما في الدعم، ولتو لحد الآن ما تحلتش المشكلة بصفة نهائية. مجلس المؤسسة بالمستشفى الجهوي بجابس تدارس هذا الإشكال في مجالس عديدة وطالب سلطة الإشراف بمعالجته. المستشفى الجهوي بجابس يقصد يوميا عدد كبير من المرضى من داخل الجهة وخارجها، ونقص طب الاختصاص تسبب في إشكاليات عديدة لهذه المؤسسة الصحية. إلى جانب عدد من الإنتاجات الفلاحية تشتهر القاسرين بإنتاج مادة الحلفاء التي تميزها. الحلفاء أو الورقة الناعمة التي تغطي مساحات شاسعة مهملة اتخذت منها نسوة الجبال مورد رزق لهن رغم الصعوبات. قطاع واعد لكن لا يزال ينتظر هيكلة حقيقية رغم بعض التدخلات والمحاولات. لقبها البعض بالورقة النبيلة وعاش الكثير من فضلها، إلا أنها أنهكت أيادا مرتعشة غطتها الخدوش والجروح، أيادا لدغتها تلك الورقة النبيلة أو نبتة الحلفاء، أيادي نسوة لا سبيل لهن للعيش إلا اقتلاع الحلفاء ونقلها على متن الدواب إلى المناشر التابعة للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق مقابل بعض الدنانير. لقت في زرازة حلفة باش نجيب منها حشاوليات، نجيب منها في طريف خبز، ونجيب منها سترة الماء، ونجيب منها شكارة السميد، ونجيب منها ما لي يلزم للدار. السوم رخيص هيك تشوف نقلعوا ساعات نمشوا نروحوا، والله مرة عمر نروحوا المغرب وبذاك كله مش مكفيت، والله ما يمكفيت. هذه النبتة التي تنتشر على مساحة تقدر ب 146 ألف هكتار، مساحات شاسعة مهملة مهددة منتهكة، كما انتهكت أنامل متساكنات المناطق الريفية. القيمة الإنتاجية تناهز 225 ألف طن سنويا. الحلفة حاليا يتم استخراج منها عجين الحلفاء اللي عنده استعمالات في الورق ذات الجودة العالية، في ورق العازل بالنسبة لكاباسيتي إلكتريك. وتوفر غابات الحلفاء موارد رزق لأكثر من 6000 عائلة في ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان، ووسط تراجع استغلالها من قبل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، تبحث الشركة بدعم من البنك الإسلامي للتنمية عن خطط بديلة واستعمالات جديدة لمادة الحلفاء. نشوف شو الاستخدامات الثانية، والبروسيس احنا في بالنا انه نبحث عن استعمالات ثانية تجيب ريتيرن اون انفستمنت اكثر، واستعمالات تخدم الناس اكثر. البنك حب يدخل لنا في مشروع ثاني هو تمويل دراسات وبحوث لتثمين نبتة الحلفة. ويدخل برنامج تثمين مادة الحلفة في إطار اهتمامات البنك الإسلامي للتنمية الذي سيمول دراسة لنقل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق إلى المنطقة الصناعية بالقصرين بهبة تقدر ب 280 ألف دولار أمريكي. تعمل بلدية صفاقس على إرساء بديل وطريقة عمل تعتبرها ناجعة من خلال ما يسمى بالمنتدى الذي اعتبر كوثيقة التزام معنوية عدها المجتمع المدني في بادرة لتحسين ظروف العيش لمتساكني الجهة. وخلال ندوة صحفية تم تسليط الضوء على الميثاق المواطني. نتابع التفاصيل. حين دقت طبول الانتخابات واقترب الشأن المواطني من المرحلة الحساسة، كان لزاما على المجتمع المدني أن يساهم بالرأي والاقتراح من خلال ميثاق وضعه خبراء وجامعيون بتنسيق من عدد من الجمعيات. خريطة طريق للتعامل أو للعمل الجماعي بعد العمل الجماعي، ولإعداد كذلك برنامج عمل مواطني مبني على حاجيات حقيقية وحاجيات ملموسة، ومبني على كذلك انتظارات اللي هي حاولنا باش نحصروها من خلال الاستنتاجات الرئيسية من الاستبيان وكذلك من صبر الآراء اللي تم. أسلوب جديد في الحوكمة المحلية على أساس التشاركية بين المواطنين وجمعية المجتمع المدني والإدارة البلدية، وتحقيق انتظارات بطبيعة المواطنين في كل هذا من خلال خدمة المواطن وتشريك المواطن في الخدمات المقدمة للبلدية. وانتظارات هي أعطتنا فرصة لسماع انتظارات وآفاق العمل البلدي المستقبلي. الخطوة الأولى للميثاق انطلقت عبر سبري آراء لمتساكني صفاقس، حد
حدد الخطوط العريضة لانتظاراتهم وتخوفاتهم. تطلعاتهم انهم يحبوا معناتها الناخبين يكونوا مستقلين، ايسوا معناتها من الاحزاب السياسيه، وكونسيرنون لي بريوريتي معناتها التطلعات نتاعهم يحبوا على الديناميكيه التشاركيه، على الترانسبارونس دو لانفورماسيون، الشفافيه في المعلومات. أكثر من 40 جمعية وهيكل مهني وقعوا على الميثاق المواطني للمجلس البلدي لبلدية صفاقس إلى جانب دعوة رؤساء القائمات المترشحة للتوقيع عليه كالتزام معنوي وأخلاقي تجاه المدينة وأهلها. في ملتقى إعلامي بجزيرة جربة حول قانون النفاذ للمعلومة، كان الموعد للحديث أكثر عن مسألة النفاذ للمعلومات، علاقة وصفت في فترة ما بالمتوترة بين المؤسسات والراغب في الحصول على المعلومة، حيث تم تقديم العديد من المقترحات التي تصب باتجاه تفعيل هذا القانون. في جلسة ختامية لدورات تكوينية لفائدة إدارات الجماعات المحلية وأعوانها بولايات الجنوب الشرقية التونسية، انتظمت بجزيرة جربة فعاليات ملتقى إعلامي حول قانون النفاذ إلى المعلومة وسبل تطبيقه. احنا على مستوى رئيس حكومة لإدارة عمل الإصلاح الإداري، معناها لتكريس مقتضيات هذا القانون، كوننا لجنة قيادة فيها عديد الأطراف، معناها من وزارات، من هيئة حماية المعطيات الشخصية، هيئة نفاذ المعلومة، مصالح الشرع القانون والتشريع برئاسة الحكومة، لعملنا خطة عمل في عديد النقاط. الخطة العمل هذه متمثلة في ضمان حسن تكريس مقتضيات هذا القانون. وهذا قانون صنف من أفضل القوانين في العالم، صنف القانون رقم 10 عالميا حسب تصنيف اليونسكو، ولكن هذا لا يكفي. نحب أكد أنه ضمان حسن تطبيق هذا القانون هو مسؤولية مشتركة بين الجميع. إطارات الجماعات المحلية وموظفو الدولة في مختلف القطاعات المشاركين في هذا الملتقى وجدوا أنفسهم كما يؤكدون عاجزين عن الاستجابة لحسن تنفيذ قانون النفاذ للمعلومة لأسباب متعددة برأيهم. نتصور أن المسؤول هو ديما مخطع معناه ويحجب المعلومة، في حين أن المسؤول ما عند منها في صالحه أن يسوق المعلومة وينشرها بإرادته لو توفرت له الإمكانيات متاع موقع ويب حاضر ولا منصات متاع مثلا على الوزارة. ما عندناش لا من حيث الفضاء ولا عنصر بشري مختص في الأرشيف باش ينجم يحتفظ بالوثائق هذه، وكعلى ساعات بعض الطلبات متاع المواطنين ما تلقاش الاستجابة على خطر البلدية أو الإدارة البلدية ما لقاش كيفاش تستجيب. الدورة هذه هي تخص إطارات محلية من بلديات متواجدة في 3 ولايات، تطاوين ومدنين وجابس، وهي تخص تفسير أحكام والقانون، إذا قانون حق النفاذ معلومة عدد 22 لسنة 2016، وكذلك للتحاور. عام مر على سن قانون النفاذ للمعلومة، ومعه في الانتظار بحسب المختصين ضرورة توفير الفضاءات والموارد البشرية المختصة اللازمة لحسن تطبيق هذا القانون. دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التفتيش السريع والأكيد عن عنصر إرهابي خطير تونسي الجنسية يدعى مراد بن محمد بالهادي الغزلاني، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم بأن الإرهابي المفتش عنه من مواليد 21 من ديسمبر 92 و900 وألف، وصاحب بطاقة التعريف الوطني عدد 12 62 66 49. وتحث الوزارة المواطنين على الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه، مبينة أنها تضع على ذمتهم الأرقام التالية: على الرقم الأخضر 80 10 11 11، على الرقم 71 335 ألف، الحرس الوطني على الرقم 193، والأمن الوطني على الرقم 197. عودة إلى جزيرة جربة في متابعة سياحية، حيث سجلت الجزيرة اليوم وصول الرحلة الأولى لسياح من بولونيا بعد انقطاع لثلاث سنوات. هي رحلة أولى تترزل ضمن سلسلة منتظرة من الرحلات لأسواق سياحية متنوعة، ما يبشر بموسم سياحي واعد بالمنطقة.
190 سائحا بولونيا يحطون رحالهم بجزيرة الأحلام جربة بعد انقطاع دام 3 سنوات، لتكون هذه الرحلة الأولى لعودة السوق البولونية لهذا الموسم السياحي. بالنسبة لي ليست المرة الأولى التي أزور فيها تونس، ولكن بالنسبة لعائلتي هي المرة الأولى، وأذكر أني قضيت وقتا ممتعا في رحلتي الأولى لجربة. الطقس يبدو رائعا، وأظن أننا سنقضي عطلة طيبة هنا. إنها المرة الأولى التي أزور فيها جربة، وأظن أنها ستكون زيارة ممتعة. هنا نبحث عن الهدوء لأننا في بولونيا نشكو الكثير من الضجيج بسبب وسائل النقل. وصول هذه الرحلة إلى مطار جربة جرجس الدولي ستليها رحلات بمعدل رحلة إلى رحلتين في الأسبوع، على أن ترتفع إلى 6 رحلات أسبوعيا ابتداء من آخر شهر أبريل من قبل أهم متعهدي الرحلات العالمية التوية، الذي اختار جهة جربة جرجيس كأفضل وجهة سياحية لعديد الأسواق الأخرى. أنا توي فرانس وعن السنة بحول الله أغمونتاسيون أنتر 20-30%، عندنا توي ألمانيا كيف كيف وطالع بالقدا، عندنا توي بلجيك اللي عملنا أول ما خدمتش كانت الشتاء سنة في الصيف بمعدل تقريب 5 حتى 6 سفرات في الأسبوع، عندنا توي بولوني وعندنا هذا توي، مازال عندنا توي فيشر سي تان تيو تشيك يبدا باتي دو موا دي مي. معناها البريفيزيون كلهم تحفوني. عدة أسواق عادت إلى المنطقة السياحية جربة جرجيس، ومؤشرات هامة تنبئ بتسجيل موسم سياحي واعد، وعمل كبير ينتظر كل الأطراف المتداخلة في القطاع لتوفير كل الظروف الملائمة لإنجاحه. ثقافيا نحط الرحالة بشبكة من ولاية القيروان من خلال فسيفساء من العروض الفنية والفقرات التنشيطية المتنوعة، والتي تؤثث مهرجان ربيع الفرجة في دورته السادسة، فقرات أثاثها الأطفال بإبداعات مختلفة. على أنغام الطبول ورقصات الدمى العملاقة افتتح مهرجان ربيع الفرجة بشبكة في دورته السادسة، وقد حاول المنظمون المزج بين فنون مختلفة. عندنا 5 أيام من التنشيط، من المسرح، من السينما، من الرقص، من كافة أنواع الفنون الفرجوية، وفما كذلك محاضرة سنة منها تحت شعار منها الفن في علاقة بالتربية. حوالي ممتاز على الأخر اليوم، خاصة أنه كان متنوع من الأول، كان فما معناها عرض شوارع، فرقة ممتازة دارت في شوارع شبيكة وعرفت أنه فما مهرجان، والمهرجان هذا نصور أنه كيبدأ في دورته السادسة سنة ما هيش محض الصدفة، أكيد فما خدمة. أما سهرة فكانت مع فرقة للفنون الشعبية، لكن بتصور جديد جمع بين الحكاية الشعبية وآلات موسيقية بدوية. ما حاجة جديدة ديما، فما مبادرة، خاصة أنه ما ركزوش السناكي كل عام على المسرح كهو، بل فما تلاقح بين الثقافات بين المناطق، خاصة منطقة شبيكة والمناطق الأخرى. كما تشوفوا العرض اليوم عرض شعبي بامتياز. من صغرى نرسم دي بورتري تاع مشاهير ولا رسومات تلقائية كهو، معناها وهما امنوا لي الادوات وكل، وهذوما رسوماتي اول مره نعرض. ويتواصل هذا المهرجان على مدى 5 أيام، وتتخلله فقرات تكوينيه للشباب في اختصاصات فنيه مختلفه. نقطة الختام بالثقافة، وبقية الأخبار تأتيكم ضمن موعد نشرة 8، ونذكركم بأبرز العناوين. تحديد 6 أبريل القادم، وأيضا لاجتماع اللجنة المركزية للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص من أجل ضبط اتفاق إطاري. 190 سائحا بولونيا يحطون في مطار جربة جرجيس الدولي، إعلان لعودة السوق السياحية البولونية بعد 3 سنوات من الانقطاع. توليفة من العروض الفنية والفقرات التنشيطية المختلفة تؤثث مهرجان ربيع الفرجة بشبيكة في دورته السادسة. هذا ونشير مشاهدينا إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تيفي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.